إذا المشاهد شوف تفي تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات، كنحييكم مدينة وجدة في برنامجكم الليلي طبيعة الحال مع الرعد. إذا خوتي إخواتي، الموضوع اللي غادي نتكلم فيه دابا موجود بزاف، الدائرة موجودة بزاف 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 واحد الدرجة، ويمكن حتى غادي تكونكتاو معنا هنا مجموعة ديال الشابات اللي وقع لهم نفس المشكل. غادي نهضروا على شنو الأسباب، غادي نهضروا على مجموعة تاع الأمور إن شاء الله، نحاولوا نناقشوها، نحاولوا نعطوا حتى قصص وحتى للعبرة بطبيعة الحال. إذا جولة ليلية ودردشة، ونستفدوا من بعضياتنا بطبيعة الحال، ونتمنى أنه تبارتاجيو معنا المباشر كما عودتونا. إذا خوتي خواتاتي، الصعيبة هو أنه تلقى واحد الإنسان متزوج بهذا المعنى وعنده الفلوس وكيسمح في وليداته في الزوجة دياله، ما كيصرفش عليهم، حرمهم مجموعة على الأمور، وهو على برا عند الناس للأسف سيد الرجال، يقدر يكون دار علاقة مع شي وحدة لأي حاجة بغاتها يقدر يحطها لها ويوفرها لها بهذا المعنى، هذا فلوس كسوة خرجات مجموعة على الأمور، وسامح في وليداته في الدار ومخليهم بالجوع وهو دايع في الزنقة. إذن للأسف بحال هذه الأشكال موجودين بزاف في المجتمع ديالنا. مجموعة تاع الناس غادي يقولوا لي عندك الصح، لأن شفنا حالات ديال طلاق بحال هادشي هذا، كاين زوجات اللي كيحكي وكتقول لك أنا الراجل ديالي خدام مثلا بلاصة فلانية كادر ولا هادي، مخلينا بالجوع ما كيتهلاش فينا، يبات سهران في الليل ماشي خدمة، يعني كيبات هذاك المعنى ديال الزهو والنشاط في الكباري، ولا عنده شي صديقة ولا خليلة ديالو يقدر يمارس معها مثلا الرذيلة بهذا المعنى، يزني معها أو ممارسة الجنس، وسامح في الوليدات ديالو ومخليهم، يعني حتى الخبز يمكن ما يجيبو لهمش. والمشكلة حضرت أنا لبعض الأزواج اللي كيتكاتصوني للزوجة ديالو، السلام عليكم راه خص المصروف هادي، أول حاجة ما عنديش، واش بغيتو تقطعوني واش بغيتو، والسيد هذوك الفلوس ديالو كيخسرهم غير في الخمر في الفساد مع البنات، هو برا كتلقاه يتغدى بالبيتزا ويتعشى بالطاكوس وكيمشي للدار شبعان، ما فكرش في هذوك الوليدات واش خاصهم شي حاجة، واش يعني مجموعة تاع الأمور للأسف. إذا هنايا غادي نحطو علامة استفهام، علاش أخويا تزوجت اللي باغي تضيع في الزنقة وباغي تفسد وباغي تعيش وباغي تنشط، علاش أخويا تكرفس معك بنات الناس وتكرفس معك ولادك اللي غادي تدي واحد الإيتم كبير واللي غادي تعقدهم وتقدر تفركت واحد العائلة، وكان اللي توصل به الدرجة حتى هذاك الشيء اللي كيحكمون القاضي ليصانة ما يعطيهمش، وحتى يجيو البوليس ويجي حكم قضائي ويديروا له إكراه البدني ويخاف على خدمته ولا على أنه يدخل الحبس، عاد كيبقى يعطيه التقرطد. وشحال قاعد تحكم المحكمة، يعني كان عندك جوج ديال الأفراد تقدر كاع ماكسيموم تحكم لك في الأعياد 1000 درهم لواحد و 600 درهم لواحد، هي 1200 واحد 200 درهم لواحد و 300 درهم ديال، يعني 1500 درهم هما للزوج اون توتال كاع. إذن هاد الظاهرة شفناها، يعني ما بهذا المعنى هذا ما غاديش نقولوا الكل، نقولوا بعض الرجال بعض الازواج، للاسف ما بقاتش الرجوله، ما بقاتش النخوه، ما بقاتش الانسانيه، ما بقاتش من هذاك الانسان، وهذيك الانسانه كاع اللي كتمشي مع هذاك الانسان اللي عرفاته مثلا متزوج، وهذيك الكاسيطه تاع لي ظروف كيحكي لها عندي مشاكل عندي هذه، اي نعم كاع عندنا مشاكل كاع، ولكن ما تفصلش لديك الدرجة نتاع أنه يسمحوا في الزوجات ديالنا ولا في وليداتنا. إنسان كيقلع من اللحم ديالو باش الوليدات ديالو يكونوا مزيانين وعايشين مزيانين وياكلوا مزيانين ويشربوا مزيانين، وكان نعرف ناس أنا اللي يحيي الكسوة ما يشريهاش
ويبرع أولاده بهذا المال هذا. إذن للأسف كي كان شوفوا بحال هاد النماذج في المجتمع المغربي ديالنا المجتمع الإسلامي ونركز عليها يعني هذا ما فهمش، إما هاد الإنسان اللي كيدير هكا إما مريض نفسيا رفعوا عليه القلم، إما ما عنده لا دين لا ملة، إما حتى ميت القلب ما حتى اللي ميت القلب كيحل. كيفاش لي اخوتي اخواتاتي واحد كتشوفوه نتوما سامح فوليداتو في الزوجه ديالو بالجوع وهو مبرع على برا وتفركيس واللباس وهما ما مساكين ملابسين ما حتى شي حاجه وهاني بالو هاني يعني ما على بالوش عادي، وعند الناس هو بحال اللي الناس هو سيد الرجال كيسول على فين يقولك الله يعمر السلعه، وكان تقول له ودي شنو داير مع دارو يقدر بلا ما يتيقكش، لان علاش دائما كان هذاك واحد الصوره سكيزوفرينيا هذيك الصوره اللي كتخلي بنادم انه يبان لك المثال، يعني حتى بعد العائلات ولا بعد النساء كتشوف هذاك الراجل بالسعدات فلان الديه فلان، ولكن كتعيش معاهم الواقع اللي عايشته هذيك السيده تكره حياتها يقول لك اوف منه بهذا المعنى اوف من هذه الحياه. وكان مساكين النساء اللي صابرين غير على وجه وليداتهم، الزوجه الصالحه هي اللي كتصبر مع راجلها كي مثلا اللي عنده الخدمه بزاف عنده دي زونغاجمون كتصبر معه واخا كيكون شويه نقير اجي كيس مع ولادك عاش من كيس معنا كذا، ولكن كتعيا تشوف كتقول لك انا الزوج ديالي كيخدم مهما كان انه فلوسه كيبانو في الدار. الغريب في الامر هذوك الازواج اللي غير كيخدموا فلوسهم ما كيبانوش في الدار وفلوسهم يبانو غير برا، يخسرهم على اصحابهم وعلى الفساد وعلى الخمر وعلى مجموعه تاع الامور. الله يستر هذا الشيء هذا كيمرض نفسيا. إذا حنايا هذه رسالة للأزواج، اتقوا الله في الزوجات ديالكم في الأبناء ديالكم وراجعوا نفسكم. الناس كتخطأ ولكن الأخطاء ديالكم فادحة. هذاك الشيء اللي غادي تمشي تخسروا في الشراب تخسروا على بنات سير خسروا في دارك خسروا على مراتك خسروا على وليداتك ديال المستقبل ديالك يعني بزاف ديال الحوايج بهذا المعنى هذا، يعني ما تدمرش حياتك، لان غادي يجي واحد النهار الوليدات ديالك غادي يكبروا غادي تحتاجهم ما غاديش تلقاهم غادي يكرهوك. علاش؟ لانه بانا ما كانش الله فينا ما كانش الحنين تاع ابس، خصوصا الى زوج وزوجه طالقوا راه صعيبه نفسيا للابناء كتوصل بالمرات الابناء كيكون المسكين يلعب حدا الدار كاريين في دار ولا ساكنين مع الجيران ولا كيقولوا صحابو سكتوا ما تغوتوش مثلا بابا راه ناعس ولا يعني كاينه مجموعه تاع الامور. اذا حنا نتمنوا هاد الناس هادو ياخذوا العبره ونتمنوا انهم يراجعوا النفس ديالهم، ونتمنى انه اي واحد بغى يتزوج يفكر مزيان، لان علاش غادي دير عائله غادي يكون عندك وليدات غادي يكون عندك مجموعه تاع الامور ما تخليش كما نقولوا حنايا يعني يوقع لك بحال هادشي هذا، عارف راسك ماشي قد المسؤوليه خويا ما تزوجش ما تولدش، خلي هذيك بنت الناس يديها اللي يستاهلها واللي غادي كما نقولوا حنايا يقيمها ويتهلا فيها ويحيد واخا يكون على قد الحال يحيد من اللحم ديالو باش تكون عايشه. اذا للاسف قضايا في المحاكم بحال هكا، هذوك الازواج اللي مبليين الفيسيو فيهم هذه البليه ديال الشراب ديال القمار ديال البنات ديال الفساد ديال مجموعه تاع الامور. كاين اللي ما مشاش الكباري مثلا وما داش بنات وما ما كيكونش مزيان، تخيلوا معايا ما يكونش مزيان فيسيو مرض نفسي هذاك الله يستر وصافي. اذا
نتمنى أنهم يتقيوا الله، ونتمنى أنه كما نقول إحنا يرجع نفسهم. إذن أخوتي أخواتي، تحية طيبة لكم، ولنعود إن شاء الله في بيت